ولتسهيل الحجر الصحي على سكان المناطق النائية بولاية جيجل القوافل لتزويد سكانها بمختلف المواد الغذائية رفعا للعناء عنهم. محمد زمولي. القافلة حصدت مساعدات وإعانات للعائلات بمناطق الظل لبلديات النائية بجيجل كإيراغن وسيدي معروف. البداية انطلقت ب 300 عائلة ليتم توسعتها الأيام المقبلة. الحجر فيه إفرازات، الإفرازات مش هو الهدف من الحجر، هو تقليل من الوباء. الإفرازات كاين شي ناس ممكن ما عادش يوصلهم النقل إلى آخره إلى آخره. إذا رانا نديروا في عملية تضامنية لصالح المواطنين اللي ساكنين في كما قلت أنت في مناطق الظل في المناطق البعيدة. لتاليها عدة قوافل أيضا اللي في كل مرة راح نوصل عدد إلى أكثر من 3000 عائلة إن شاء الله. مساعدات هذه ستتضمن يعني ديكيت أليمونتير، يعني طرود غذائية كاملة تبدأ من أبسط يعني مادة غذائية إلى الخضروات إلى أيضا مواد التنظيف. العملية زيادة عن قطاع التضامن أسهمت فيها مديرية المصالح الفلاحية ومديرية الغابات، كما أحصت مشاركة قطاع الصحة بأطباء وأخصائيين نفسانيين. نسنسيبيليز هادو المناطق الظل والمناطق المعزولة، نعيدو لهم هيدا كيفاه طريقة انتقال المرض. عملية الإحصاء وجمع المساعدات لا زالت جارية، ويلعب فيها المجتمع المدني والجمعيات في التنظيم والتأطير دورا حاسما.